اخبارنا ايه الليله؟ مفيش اخبار كتير قوي، ولكن نشوف. الارجنتين تهزم فرنسا وتتوج بلقب بطله كاس العالم 2022، ولها من بطوله هائله لمنتخب الارجنتيني، ولها من بطوله عظيمه للنجم ميسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في اجتماع مع رئيس الوزراء ومع وزير التموين يوجه بتحديد سعر توريد القمح لتحقيق عائد مجزي للمزارعين والفلاحين، لانه زي ما بقول كده نحددوا سعر عشان الناس تدينا وتورد، تقوم بعمليه توريد اكتر. السنه اللي فاتت مزارعين وردوا حوالي، قاموا بتوريد حوالي 4.2 مليون طن لوزاره التموين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجب المحافظه على استمراريه المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائيه الرئيسيه، نتكلم على سكر، رز، قمح، لحوم اللي هي احتياجات المواطنين، زيت تبقى موجوده عندنا احتياطي ما بين 4 إلى 6 شهور. والرئيس بيتكلم النهارده على الحرص على استمرار المخزون الاستراتيجي. غرفة صناعة الحبوب تشيد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد سعر توريد القمح المحلي. بريطانيا تدعو الممرضات إلى التحلي بالعقلانية، زيادة الرواتب 19% غير ممكنة، طبعاً عاملين إضرابات ومستمرين وعندهم مشاكل كبيرة جداً في الوضع الصحي في بريطانيا. الحكومة البريطانية تستعين أهو بالجيش بدل سائق السيارات الإسعاف بسبب الإضراب، ادي بيستعينوا بالجيش النهارده عشان يتولى قياده عربيات الاسعاف نتيجه المشاكل اللي حاصله من الاضرابات، سائق الاسعاف او اضراء التمريض او قطاع البريد او قطاع النقل او قطاع السكك الحديديه، اضرابات تضرب الحكومه البريطانيه. الحكومه البريطانيه تطلب من المواطنين خفض درجات الحراره في السخانات الميه لتوفير الكهرباء، حتى بيقولوا لهم خففوا، رغم ايه درجه حراره صفر 2 و3 و4 تحت الصفر تجمد أصعب، شتاء، موجة شتاء تضرب أوروبا هذه الأيام، كل درجات حرارة بنتكلم، لدرجة امبارح مجدي يوسف بكلمه قال لي درجة حرارة عندنا بلجيكا 10 تحت الصفر، طقس سيء، بيقولوا لهم خففوا شوية، خفضوا شوية عشان لو سمحتوا الكهرباء. نقف في البرلمان الأوروبي صفقة الطاقة الأوروبية انتحار اقتصادي. غدا الاتحاد الاوروبي يناقش خفض السقف السعري للغاز، بعد البترول رايحين للغاز كمان. بالمناسبه محدش هيديهم تاني، يعني لو الاتحاد الاوروبي اصر على انه يحدد سقف الغاز محدش هيديله، مين هيبقى خسران يعني عشان بتطلع يعني لتر غاز ولا برميل نفط بتدفع فلوس قد كده، في تكاليف قد كده، مفيش دولة منتجة للغاز أو البترول هتدي أي دولة تحدد سقف للسعر، سقف لأسعار الغاز أو البترول، ولا دولة. تاني بقول ولا دولة، لازم يبقى فيها عدالة، المنتج المنتجين كمان مش هيخسروا كمان عشان سواد عيونك يعني ولا إيه؟ ما أنت تحدد سقف هيقول لك لا. بالمناسبة منتدى الغاز اللي كان عندنا في مصر من شهرين قالوا كده، طلعوا بيان كده وقالوا إذا تم تحديد سعر للغاز مش هن محدش هي مش حدش هي هيدي اي دوله تحدد سعر، وانت ان شاء الله تستفيد، انت دمرت العالم وحققت ثروات على حساب العالم، وجاي النهارده تقول لما الدول بدا يبقى عندها انتاج غاز تقول احدد لك سقف واحط لك سعر، محدش هيديك والله، والله ما حد هيديك. يريد سرقه الكريسماس، ريشي سوناك رئيس الوزراء يشن هجوما عنيفا على زعيم اتحاد السكك الحديديه في بريطانيا طبعا. مستشار النمسا، ادي حقوق يا جماعه، حقوق الناس وحريات الناس والحفاظ عليهم وحقوق الانسان، بصوا بيعمل ايه، بصوا حضراتكم مستشار النمسا عايز ايه، يدعو الى اقامه حواجز حول الاتحاد الاوروبي لمنع دخول لاجئين، ويجي يقول لك حقوق الانسان، ادي حقوق الانسان عايزين يقفلوا الاتحاد الاوروبي بالضبه بمفتاح، يعملوا اسوار حوالين دول الاتحاد الاوروبي عشان ما حدش يروح لهم. الناس بيتكلمك على حقوق الانسان، شوف بيعمل ايه، شوفوا الدعوات، قال لك زهقنا منهم مش عايزين حد، احنا عايزين نكفي خيرنا شرنا وعايزين نقفل على بيوتنا وعلى بلادنا وعلى شعوبنا، مش عايزين حد يجي لنا من اي حته،
حقوق الانسان حضرتك. ايوه هذه حقوق الانسان مستشار النمسا والاتحاد الاوروبي. نواب بريطانيون يجب اعتبار الصين رسميا انها تهديد لبلادنا. السكك الحديديه المركزيه اليابانيه توقف بعض القطارات السريعه بسبب انقطاع الكهرباء. مشاكل مشاكل في العالم كله. عكس تفاؤل الحكومه كانوا الحكومه متفائله، ولكن بنك فرنسا بيقول يتوقع تباطؤا حادا للاقتصاد بعكس تفاؤل الحكومه طبعا. اوكرانيا على وشك الرضوخ، هجوم روسي كبير سيخضع كييف للمفاوضات. سيخضع كييف للمفاوضات لانه المتوقعين امبارح الرئيس بوتين عامل اجتماع مع وزير الدفاع، مع رئيس الاركان الجيش الروسي، مع قاده الجيش الروسي العمليات، وبتابع خطط العمليات. ربما يكون ده التوقع لهجوم كبير روسي عشان الضغط على اوكرانيا، واوكرانيا ترضخ لهذه الهجمات وبالتالي تعود للمفاوضات. كيسينجر: الوقت يقترب لإحلال سلام في أوكرانيا. البابا فرانسيس: الحرب في أوكرانيا عالمية ولا أرى نهاية لها في المستقبل القريب. ارتفاع إصابات كورونا يثير المخاوف في الصين، بيتكلموا متوقعين أن يكون عندهم مليون حالة وفاة يوميا الفترة اللي جاية، وبالتالي عاملين حالة يعني حالة رفع طوارئ ورعب في مختلف المدن الصينية، وقالوا انه لو حصل ده خلال الفترة الجاية هيبدأوا في عمليات اغلاق في بعض المدن الكبرى ومنها شنغهاي. الديون العامة الفرنسية تقفز الى 3 تريليون يورو. ده ديون فرنسا، الديون العامة بتاعت الحكومة الفرنسية 3000 مليار يورو، يعني 3 تريليون يورو ديون فرنسا، ديون الحكومة الفرنسية وخدمتها، خدمة الديون ديت، خدمة الدين تزيد على 50 مليار يورو سنويا. جنوب أفريقيا تنشر الجيش حول محطات الكهرباء لمنع عمليات التخريب. بنهائي كأس العالم، بصوا ده إعلان نصف دقيقة يتجاوز ربع مليون يورو. فين؟ بيتكلموا على فرنسا والأرجنتين. نتيجة للإقبال الكبير والمشاهدات الكبيرة جدا، الإعلان وصل أهو، أكثر من نص مليون أو ربع مليون يورو في فرنسا، نصف دقيقة إعلانية فقط. بنتكلم على عوائد كبيرة جدا لسوق الإعلانات في فرنسا وفي الأرجنتين وفي الدول كمان، وسائل الإعلام اللي كانت تقوم بعمليات النقل لي مباراة كأس العالم، مكاسب هائلة بالمليارات. قطر استقبلت 1.4 مليون زائر خلال كأس العالم 22. ترند النهاردة، طبعا ترند النهاردة زي ما احنا بنشوف هو مفيش إلا الحدث الرئيسي، كأس العالم، الأرجنتين بطل العالم، منتخب الأرجنتيني بطل العالم. طبعا الأرجنتين فرنسا وفوز الأرجنتين بالمباراة النهائية وبالحصول على كأس العالم.